المباراة أيضا النجم عم بغيب عنهم لاعبهم محمد حليو المصاب إضافة لخالد حمية. المباراة رح تبدأ من جهة فريق النجم يحط كرة البداية، لكن أول محاولة رح تكون لشباب الساحل بهالكرة من عصام حمد رح توصل لعند العراق الآخر باسم عذار، سوء تغطية من حسين ظاهر ومتابعة من عذار، لكن موجود بلال نجارين ليخلص أول محاولة بهالمباراة لشباب الساحل. رد النجم كان سريع بهالكرة رح توصل من محمد خير الدين عن طريق الخطأ للاعب عثمان سافاني اللي بيدخل لمنطقة الجزاء، وتدخل بالوقت المناسب من عباس شيت. أول محاولة للنجمة رح تكون بخطأ من مدافعي شباب الساحل، أيضا نفس الخطأ رح يرتكبه اللاعب حسان جعران أمام مين؟ أمام عباس عطوي اللي بيسدد كرة صاروخية، وعباس شيت موجود بالمكان الصحيح ليخلص شباب الساحل من هدف محقق. أيضا ضغط النجمة رح يتواصل على الجهة اليسرى، الكرة مع اللاعب أيضا سافاني، كرة العرضية ورأسيته لمحمد قصاص عالية عن مرمى لعباس شيت. محقق لفريق النجمة، موسى حجاج بيتلاعب بحسن ظاهر وبيسدد موسى، كرته راح تمر من امام مرمى لحارس مرمى شباب الساحل. دقيقه 42 من عمر المباراه راح تشهد افتتاح التسجيل لفريق النجمه بعد هالكره من موسى حجاج ومتابعه راسيه لمتصدر ترتيب الهدفين محمد قصاص. محمد بهالهدف راح يرفع رصيده لثمان اهداف بصداره ترتيب الهدفين بلبنان، وفرحه النجمه على المدرجات بدات من الدقيقه 42. إذا النجمة فرحين بهالوقت، فريقه متقدم قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق تماما بكرة رأسية للاعب محمد قصاص، بعد ما نتابع الكرة الركنية اللي تنفذت من موسى حجاج ومتابعة رأسية فشل الحارس والمدافعين بصد هالكرة. ضربة حرة لموسى حجاج، موسى بيسدد وعباس راح يبعد هالكرة. النجمة عم بوصل ضغطهم بشكل كتير كبير على مرميهم لشباب الساحل، هذه التسديدة الصاروخية كانت للقصاص لما ستعرضتهم لشباب الساحل. كرة بوسط الملعب مع فريق شباب الساحل رح تنقطع من موسى حجاج، بينطلق موسى بيتقدم موسى بعده متابع وبسدد بقدمه اليسرى، ايضا حارس الساحل موجود بالمكان المناسب ليقطع المحاول. هذه الكره تبادل بين دانيال ادو وايمانويل دواو، الاخير رح يسدد والكره بتتخلص ايضا من عباس شيت هالتسديد الصاروخيه. موسى حجاج كره العرضيه لداخل منطقه الجزاء، رأسيته للقصاص رح ترتد من العارضه، ما في هدف ثاني لفريق النجمه، منه مسدد القصاص شو عم يحصل معه. عثمان سافاني كره العرضيه لداخل منطقه الجزاء، وموسى حجاج على الارض وضربة جزاء لمصلحة فريق النجمة بالدقيقة 89. هيدا وجهة نظر فريق شباب الساحل بالوقت الثاني، موسى حجاج كان عم يتحضر لنفذ ركلة جزاء، نفذها موسى بنجاح، هدف ثاني لفريق النجمة بالدقيقة 90. النجمة ضمنوا ثلاث نقاط بهالمباراة بالنسبة للحالتين اللي تحدث عنه مدرب شباب الساحل، فيكم تتابعوهم بفقرة التحكيم. على ان موسى خدعه للحارس عباس شيت، المباراة رح تستكمل بوقت المحتسب بدل ضايع مع دخول احمد مغربي اللي عم يتابع بهالكرة لاحمد. فعلا مهارات عالية عند هاللاعب، رح يحصل على ضربة حرة على حدود منطقة جزائهم لفريق شباب الساحل. هالكرة رح تتنفذ من اللاعب موسى حجاج، رح تحضر أمام القصاص، والأخير كرة عالية عن مرميهم لشباب الساحل.